تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من توقيف مشتبه فيهما الباني غالي من العمر 48 و 49 سنة في قضية حيازة ونقل المشروبات الكحولية وتحجيز كمية منها. العملية جاءت على إثر معلومات حول وجود شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية قادمة إلى مدينة معسكر من إحدى الولايات الغربية المجاورة، ليتم نصب نقطة مراقبة وتفتيش من قبل عناصر ذات الفرقة بالمدخل الغربي للمدينة، مكن من توقيف الشاحنة وعلى متنها المشتبه فيهما، وبعد القيام بالمراقبة الأمنية والإدارية للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت إجمالا ب 5040 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام. نتائج التحقيق أسفرت عن تحديد هوية شركائهم، وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام العدالة للمحاكمة.